يا صاحبي يا صديقي اللي طريقك طريقي. لا شقوي في نشاز. طريقي وعمي وعم الدنيا كلها احمد امين يعني الفن الروكي والمزيكا الهادفه. ازيك يا اوشا؟ وايه الشياكه دي؟ انا وقعتي وانت استلقيتني يا زميلي. عاوزك في لقطه، عاوزك في الكليب الجديد بتاعي مهرجان الصاحبي الصح. مهرجان؟ مهرجان. انت اتجننت يا اوشا؟ مهرجان ايه؟ انا اعمل مهرجانات؟ لا 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 يا معلم، انا بعمل فن هادف عشان يرتقي بالناس، لكن ما تاخدنيش كبش فدا، انا مش هفيه. ما تظبط يا انا هتقطع من جوايا وانسيك طعم الفرح. اوشا ايكا قبل، ما انت من ساعه ما مسكت الزماره دي محدش عارف يكلمك. ايه يا اوشا يا حبيبي؟ انا انت صاحبي، انا عينيا ليك. انا عايز اسالك بس، يعني هي المهرجانات دي بتوجع قوي؟ الو، ايوه يا ماما. ماما انا عملت مهرجان يا ماما.